السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. اسمك أول شيء؟ مشاعل. مشاعل؟ ما شاء الله. اسمك؟ فاطمة. فاطمة؟ يا فاطمة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. أيوة. My name is Fatma. I am from Pakistan. I thank to Saudi government and King Malik Salman and also Muhammad bin Salman. Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. My name is Mashal. I am from Pakistan. Thank you so much Dr. Abdullah Arabia and Malik Salman, King Malik Salman and his team. Thank you. Welcome. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وشكر الله. الحمد لله. أنا والد التوام الباكستاني. أنا مشكور المملكة الحادم الحارمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود. أنا مشكور جدا رعاية الكريمة وهذا بلد الخير. أنا مبسوط. Thank you. شكرا. جزاكم الله خير. عبد الله الشراري من منطقة الجوف طبع رجال. والد للتوأم السيامي رنيم ورنا. رم الآن 12 سنة. كيف كانت العملية كيف كانت ظروفك النفسية؟ والله الحمد لله هو تم اكتشاف الحالة في الشهر الخامس. تم تحويلهم لمدينة الملك عبد العزيز الطبية. الحمد لله تم ولادتهم بنفس المستشفى لأن صار عمرهم 3 سنوات. بدأت إجراءات العملية على 3 مراحل. الحمد لله المرحلة الرابعة تمت في عام 2014 ميلادي. الحمد لله استغرقت 18 ساعة. الحمد لله هذا هم الحين ما فيهم إلا العافية. كيف دراستهم الحين؟ والله الحمد لله ماشيين في الدراسة. إيه نعم إيه نعم مستمرين الآن في المستشفى. آمين. الله يجزاك خير. اللهم آمين يجزاك. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا والد التوأم العراقي علي وعمر محمد عبد الله القرغولي من بغداد. وكانت العملية حق الأولاد في سنة 2023 شهر واحد، وهي كانت العملية 54. والوقت اللي وقعنا فيه في الرياض في المملكة العربية السعودية هو كان سنة وثمان شهور. والله الحمد يعني تمت العملية بنجاح والحمد لله. عمر وعلي بصحة جيدة بس إلى الآن هم نايمين الحمد لله. وقدم طبعا شكري للمملكة العربية السعودية خص بها سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ولي عهده الأمين محمد بن سلمان. وشكري إلى الدكتور عبد الله ربيعة وإلى جميع الفريق الطبي السعودي كامل وإلى الشعب السعودي كامل. شكرا لهم جميعا وكل ما قصروا معنا. شكرا لكم. أصحاب السمو أيها الإخوة والأخوات ضيوفنا الكرام، أهلا ومرحبا بكم فعاليات المؤتمر الدولي للتوائم المستقبلية. حضور الكرام، يأتي انعقاد هذا المؤتمر بمناسبة مرور أكثر من 30 عاما على بدء البرنامج السعودي الوطني للتوائم المستقبلية.